تعالوا بقى نروح دلوقتي لاخبار النادي الاهلي والفرق زي ما احنا متعودين المختلفه، وهتكون معانا سلا حامد، هي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سلا صباح الفل، كل سنه وانت طيبه وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا هواندو، طبعا بصبح على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وحاليا انا متواجده زي ما انت قلت يا هواندو داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الا الرياضيه. ويمكن خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني ريكاردو سواريش. يمكن امبارح يعني مستر ريكاردو قال للاعبي النادي الاهلي او قرر انه لاعبي النادي الاهلي النهارده ان شاء الله ياخدوا راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا للتدريبات الجماعيه بكره ان شاء الله عشان يستعدوا بشكل قوي للفتره المقبله والمباراه القادمه ان شاء الله، واللي هتكون الاهم بالنسبه للاعبي النادي الاهلي وهي مباراه الزمالك في نهائي بطوله كاس مصر، واللي هتكون يوم 21 من الشهر الجاري يوم الخميس ان شاء الله على استاد القاهره. ده بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اتكلم شويه عن الالعاب الاخرى، ويمكن خليني اقول لك انا هوند انه لاعبي النادي الاهلي في جميع الالعاب الاخرى سواء يعني كره اليد، كره الطايره او كره السله، سيدات ورجال الكل يعني بدا يرجع للتدريبات الجمعية بشكل تدريجي. يمكن امبارح كان اول يوم للتدريبات الجماعيه بالنسبه للاعبات كره اليد تحت قياده المدير الفني الجديد كابتن محمد عادل وجهازه الفني، ويمكن كلمهم كتير يعني عن الفتره القادمه واستعدادات يعني اللي هتكون كثيفه يعني الفتره القادمه عشان يستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد. كمان النهارده ان شاء الله اول يوم تدريب هيكون بالنسبه للفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن طارق خيري، وبرده اللي هيكلموا عن الفتره القادمه ان شاء الله وعن المشاركه في البطوله العربيه لكره السله سيدات واللي هتكون في شهر سبتمبر القادم. هيتكلموا عن كل ده النهارده ان شاء الله يعني في التدريبات الجماعيه. كمان بكره ان شاء الله يعني الفريق الاول لكره الطايره سيدات ورجال هيبداوا تدريباتهم الجماعيه سواء السيدات تحت قياده الكابتن حمدي الصافي او الرجال تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. يعني الكل هيبتدي تدريبات الفتره دي ان شاء الله استعدادا للموسم الجديد وهي فتره الاعداد، لكن يعني كل الفرق هتبتدي ما عدا فريق واحد بس وهو الفريق الاول لكره كره السله رجال تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر جوستي بوش، ويمكن ده بسبب ان هو متواجد حاليا يعني خارج مصر بسبب يعني الاجازه وان هو بيقضي فتره الاجازه بتاعته وبيزور عيلته، فحاليا هو متواجد خارج مصر وان شاء الله الفتره القادمه هيرجع مصر وهيبتدي فتره الاعداد مع لاعبي النادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لك انا هوند انه لجنة المرأة هتنظم إن شاء الله يوم الثلاث المقبل يوم لعضوات النادي الأهلي، وهيكون ندوة وورشة عمل لعضوات النادي الأهلي تحت عنوان جمالك يهمنا، وهيكون متواجد في الندوة والورشة دي دكتورة علياء محمد محمود هي أخصائي أمراض جلدية وتجميل وليزر، وكمان الأستاذة هند المؤيد وهي استشاري الاتيكات والمظهر. كل ده هيكون متواجد إن شاء الله يعني في الورشة وفي الندوة، وهيكلموهم أكتر يعني عن كل الحاجات اللي تخص السيدات وعضوات النادي الاهلي زي يعني المظهر والجمال، اهم النصايح للتجميل، اهم النصايح كمان للاهتمام بالجلد وامراض الجلد. يعني كل ده ان شاء الله هيكون موجود في الندوه يوم الثلاث المقبل في تمام الساعه 7 مساء، والندوه دي ان شاء الله هتتنظم في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر امام يعني شاشه العرض الشاشه الرئيسيه. يمكن دي كانت كل اخبارنا النهارده يا هواند طبعا بالنسبه لي يعني الفريق الاول لكره القدم وكمان الالعاب الاخرى والندوه ان شاء الله والورشه اللي هتنظمها لجنه المراه يوم الثلاث المقبل. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك يا هواند طبعا، تفضلي. لا احنا نحضر بقى، نحضر الندوه دي يوم الثلاث في فرع مدينه نصر اهلي مدينه نصر، ممكن جدا اكون موجوده لان بصراحه استاذه انهار انديلي على طول بتبعت لي على المستوى الشخصي وانا حابه جدا ان انا اكون موجوده اليوم ده ان شاء الله، ويبقى في اعضاء او رقم كبير من العضوات كمان بيحضر هذه الندوه اللي زي ما سالا قالت لنا هي ليها شق بالتجميل او الجمال المراه وفي نفس الوقت صحه المراه، فاعتقد هيكون يوم يعني مهم جدا. شكرا ليك يا سالا على هذه التغطيه.